فبعد سيطرة الأمريكان على مطار صدام الدولي وإعلان تسميته الجديدة مطار بغداد الدولي، توجهت قوة أمريكية من المطار إلى القصر الجمهوري ليلا عبر الطريق العريض الذي يربط المطار بالقصر على أمل العثور على الرئيس صدام حسين هناك لقتله أو أسره. فواجهت الكتيبة الأمريكية مقاومة عراقية شديدة على الطريق لتبدأ ما أطلق عليه الأمريكان الليلة الأطول، لأنهم على مدى 9 ساعات متواصلة واجهوا نيران القوات والمقاومة العراقية التي كانت تنهال عليهم من المباني الواقعة على جانبي الطريق باتجاه القصر الجمهوري، فتكبدوا خسائر في الجنود والمعدات. وكان الاعتقاد أن الرئيس العراقي صدام حسين موجود في المسجد الذي يقع على الطريق والذي يبعد عن القصر الجمهوري مسافة 2.5 كيلومترين عند منعطف نهر دجلة. أبلغ المقدم فريد باتيلا أن يستولي على المسجد، فربما يكون صدام حسين متواجدا فيه، فأرسل السرية ألفا للإغارة على المسجد. ومع ساعات الفجر الأولى بدأت النيران تنهال عليهم من المسجد والمباني المجاورة له، فقتل عدد من الجنود الأمريكيين وجرح آخرون، وأعطبت دبابة وثلاث مركبات برمائية مدرعة. ولكن القوى الأمريكية التي تم تعزيزها بالدروع والطائرات هاجمت المسجد أملاً أن تقتل صدام أو تأسره. وبعد قتال دام 4 ساعات اقتحم المارينز المسجد واحتلوه ولم يجدوا صدام حسين.